حضرت لنا في راس العام؟ حضرت للعائلة للصغار؟ لا والله أنا ديما نتلموا فامي في العائلة، عندي أختي كل عام تلمنا هي هكا. ما شنو يتحضر لكم؟ تحضر لنا عشاء باهي، قاتو، ونتعشاو مع بعضنا عائليا. أيوا الناس طيب الدجاج، نشرو دجاج معناها، نشرو خبزة قاتو. طيب هي مكا يعني التحضيرات نتاعكم خبزة قاتو ودجاجة. سي بون. المرأة تدير 4 فرنك ما نعرفش علاش تخدم، ما تعرفش شنو نعمل في تونس، ما تعرف خبزة قاتو ودجاجة هي معروفة، خير نجيبوا معروفة خبزة القاتو في الليل وعشاء دجاج وسهرية في الدار وسهرية الحكاية الأولى، ما شوف لي حل وشوف لي حل أخي، سهرية في الدار تدور المريخ مي معروفة هذيك السهريات. الدجاجة لابد منها مكتفة، نقولوا احنا واحد مكتف يعني الدجاجة كامل ما تجيش لأربعة ونص، دجاجة روتي وخبزة قاتو يعني راس العام ولا من عادة التونس؟ من عادات وسلال كلها تو الأغلبية الشهرية تصبت لها مخرة، حتى اليوم كلها تصبت الشهرية مخدمة إن شاء الله ما توليش علوش. التبذير سيدي التونسي وسيدي العربي تعرف كل شيء، إن شاء الله عامكم مبروك وإن شاء الله الجنوبية ديما من حسن إلى أحسن. كي العادة كيما التونس الكل، شوية حوت شوية دجاج خبزة جاتو، يمكن يجيو بحذايا صغيراتي. أميمة شنو باش تحضر لهم الصغيرات في راس العام؟ ماكلة تطيب؟ راس العام راه مش نتاعنا، نتلموا لما عائلية وكهو. والتحضيرات عملت تحضيرات شريت حاجه؟ طيب عشينا عادي ولما طلع عادي ما عندناش حاجه. شي باش طيب راس العام؟ نطيب ماكله عاديه، ماكله جاري حاجه هكا؟ لا نطيبوش جاري، نطيبو يا ما كسكسي يا ما حاجه ملوخيه، نطيبو حاجات. اي جيت لتونس باش عدي راس العام هوني؟ اه جيت هكا بالريفيون. اه وين باش تعدي في الاوتيل؟ اه في دار فيلا. اه كريت دار في تونس؟ عندنا في ميلا تونس. وش هي باش تطيبوا في راس العام؟ قاطو شخشوخة فطير باش تعملوا لما عائلية يعني عالية. ها كاينة ضحكوا لعب. ايش أميمة قول لنا شنو باش تطيب لهم في راس العام؟ طيب لهم شخشوخة. شنو هذه شخشوخة؟ فتة نحن تاع الزيت تاع الزيريين تاع النيبة وقاطو عكلون وكما تقولتم قرصة قرصة تاع قاطو. باش نعمل لهم كسكسي حاجة هكا دجاج حوت؟ لا دجاج لا دجاج نحمروه. اها راس العام بيجي مليح، بيجي مليح مربوع ان شاء الله. ايش أميمة شنو باش تطيب لهم انت؟ فطير ما فطير بالدجاج ونحمروا دجاج. هذه العادات نتاع الجزيرية؟ ايه عنابة ايه. انتم عندكم من عادتكم انكم تحتفلوا براس العام كيما تونس؟ اها كل عام. تحضرت قضية أو إلا عطيت مصروف للمدام في راس العام باش تقضية؟ بالطبيعة نعطي مصروف، مالا شنو؟ اي فرحت بها في المصروف ولا ايه؟ بالطبيعة مالا لازمنا نفرحوا به، مالك كاكا هو. ايش قالت لك المدام شنو باش تحضر؟ شنو قالت لي راسك حي وان شاء الله كل عام حي بخير. اي شنو التحضيرات شنو باش طيب لكم في راس العام؟ والله مازلت ما نعرفش كاكا، والله ما انا واحد من الناس مازلت ما نعرفش شيء طيب على كيف. عندكم من عادتكم تاخذوا الدجاج والحوت والقاتو؟ بالطبيعه ناخذوا الدجاج وناخذوا القاتو. القاتو في الدار ولا في الشارع؟ من الشارع تاخذوا؟ لا ناخذوا من الباتسيري. عملت طلع على الاسعار انت؟ لا والله ما زلت ما عملتش طلع على الاسعار ما زلت. قداش ميزانيتك نتاع راس العام معناها باش؟ مره كيفاش، مره ناخذوها الخبزه ب 40، مره ناخذوها ب 60، كل مره فهمتي. السنه قداش ميزانيتك؟ قداش عطيت المدام مصروف باش تحضر لكم هكا قاعده باهيه في راس العام؟ قاعده باهيه نتاع 120 130 فهمتي. والله يعني الحقيقه نعمل كل شيء في داري، نحب على داء في داري حاجه نظيفه، نعم نشري ساعات نعمل دجاج في الدار، نعمل بيتزا شويه طاجين سلايد ونحتفلوا في الدار اني وليداتي وراجلي. والقاتو تاخذوها من الدار ولا تعملها في الدار ولا تاخذها من الشارع؟ والله الحقيقه نعمل وحدي في الدار، قبل كنت نشري اما تو نعملها وحدي في الدار الحقيقه. شنو تحضيراتكم راس العام؟ باش تعملوا ماكله في الدار ولا باش تاخذوا من الشارع؟ بليس السكر مش موجود معناها باش نشرو حاضر. ما هذا خبز القاتو من الشارع. الدجاج شرينا قبل ما يغلى الدجاج، عندنا ستوك في الدار ديما. يعني شو باش تعملوا دجاجه وقاتو؟ دجاجه حاجه في الدار معناها باش يفرحوا الصغار. قداش الميزانيه؟ الميزانيه مدلية هو بالاورو مدلية 100 اورو. ما شاء الله شو باش تقضي؟ والله باش نطيبوا لازانيا باش نطيبوا خمسة بالحليب. ليه؟ ليه حاجة باش نعملوا مش نطيبوا حاسين باش نعملوا لازانيا باش نعملوا تتكلم دجاج سلاطة. شنو شاهي أنت مسيو باش طيب لك المدى؟ شريت الكروفات فرو دو مير
وحاجه مره في العام، معناتها منيو مره في العام سبيسيال، مش نتاع مقرون ولا حاجه. من تفضل الجاتو كيفاش باش تاخذ مشارة ولا من الدار؟ لا ما الدارش، عامله في الدار. باش عم خبز هواء. اي احكي لي شنو تحضيراتك نتاع راس العام؟ ان شاء الله كل عام واحنا بخير، ساعه قبل كل شيء، ان شاء الله تونس امه محمد كلها بخير، فهمني. هلا قاعدين نحضروا بشويه جاتو، بشويه فنجلا فاكهه، وشويه حلويات، وقاعدين ننوروا في الشعب التونسي، وقاعدين نصوروا معاهم، وان شاء الله ديما منورين، وانا فرحانين بهم والحمد لله. عطيت مصروف للمدام باش تقضيه؟ عطيت بالطبيعه مصروف الاولاد ومصروف المدام، وان شاء الله كل عام واحنا بخير، ديما نحضروا. وشنو قالت لك شنو هو المنيو ان شاء الله نتاع راس العام؟ اللي راس العام والله كيما تعرف يحبوا الاولاد، يحبوا على الحوت يا بابا كالعاده، حوت شويه حوت دورات. احنا مره في العام نحتفلوا ونتلموا مع بعضنا، احنا ديما ملمومين ان شاء الله ديما يلمنا. اما انا كي تواتي مناسبه كيما كان نفرحوا ونتلموا مع بعضنا بالكتب من ربي، احنا عايشين راه بالكتب من ربي، ما دام نحبوا بعضنا ومتفاهمين والحمد لله ديما مستورين بالكتب من ربي الحمد لله. خبزه الجاتو باش طيبها المدام في الدار ولا باش تاخوها من الشارع؟ لا بصراحه ما بيناتنا بناخذ انا على كيفي من الشارع، كل شيء كيوف، هي المدام تبارك الله عليها وكذا، اما انا نحب ديما على عيني وناخذ حاجه مزيانه. شنو باش تحضر راس العام؟ شنو باش نحضر؟ باش نحضر انا في داري، انا ما نخرجش، فهمت؟ لاولادي وحفيدي، هذه حفيدتي مش هذا حفيدتي. دونك جي بروغرامي، هما ايزون بروغرامي باش نعمل مقرونه بالصوص فيغ، جو سي با شنو اسمها، ونعمل اسكالوب باني. حبيت نعمل ان جاتو، مي ما فماش فارينة ندور، ما فماش. ما خممتش تشري مشارع؟ والله ما خممتش باسكو سي شير الحقيقة، فهمت؟ سي شير. التصويم غالية برشا. لي جاتو. لي جاتو بصفة عامة تاع، بصفة عامة تاع القضية. إي بيان سور، بيان سور، إذا ما يخلف على حد. مي أون في أفيك الحقيقة، وليت ناخذ الحاجات الضرورية. هيك هاو زايد كنت ناخذ فيه ما يكلفش عليه، مي توا زايد ولا يكلف عليه. بالنسبه للاسعار، الناس اللي باش تقضي وتحضر ماكله في الدار والطيب، شنو رايك فيها؟ الاسعار غاليه في المتناول؟ الاسعار غاليه ياسر ياسر، اكثر من اللي يلزم. تخرج ب 100 ما تكملش قضيتك، تخرج ب 50 كيف كيف. الاسعار غاليه ياسر ياسر، اكثر من اللي يلزم. اسعار الدجاج والحوت اللي معناه نورمالمون اغلب التوانسه معناه باش يطيبوا يا دجاج يا حوت، والا اسعار الجاتو؟ الحوت ما يتقربش، غالي ياسر. كلشي واحد ياكل سردينه في راس العام، ياكل سردينه. ولا الجاتو؟ الجاتو الباهي الهيل غالي، اما الفاكهه غليت ياسر زاده. الاسعار قاعده في سافا، معناتها طايحه شويه. متناول يعني؟ متناول. اي الاقبال هذيا، التونسي ديما يشكي ويبكي ويقول لك ما عنديش فلوس، لكن وقت المناسبات فما اكتظاظ، العباد تشد الصف باش تشري باش تقضي، شنو هو التناقض هذا؟ والله فما بنات، فما اللي عنده، فما اللي يقدر، فما اللي ما يقدرش، هذاك كل واحد ومقدوره. بالنسبه للاسعار، عمل طلع على الاسعار؟ والله لا ما شفتش، اما بحكم ما نشوفهم على دوره عام كامل، الاسعار الكل طالعين ياسر الحقيقه. حضرت ميزانيه باهي الا لراس العام؟ لا ما حضرتش حتى ميزانيه. شو باش تعمل بلا سنه؟ والله يوكا شوي شوي بركه ربي يوكا. والله بالنسبه للاسعار سامحني، في الاسعار راهو غاليه ياسر، كاسحه ياسر، معناتها هما ديما ولاو حاجات كيف اللي يتغلوا في المناسبات، فهمني؟ تعود ربي يحيينا بخير، ان شاء الله كل عام واحنا بخير، يعملوا كيف فهمني، الحمد لله، ان شاء الله كل عام بخير.